أنا اسمي نور بيطار، أنا ممثلة ومذيعة سورية عايشة بلوس أنجلوس، يعني هوليوود. يعني نحن اليوم عم نحكي على أهم الإطلالات العالمية بالريد كاربت مثل الأوسكار يلي أنا كنت السنة ضيفة في 2018، وكمان أهم الإيفنتات مثل البيوتي هوليوود بيوتي أوردز، وكمان بنفس الوقت البيج البريميرز اللي بتصير بلوس أنجلوس. وسر من أسرار هوليوود يلي شوي مخفي انه اهم الممثلات العالميات بيلبسوا كورسيهات تحت الجاونز تبعولن لحتى يكون شكلهم فت. وهذا الشعور اللي حسيته بعد ما صار كورسي ومشد ديفا اهم قطعه بخزانتي بلبسه تحت الجاونز، بلبسه باهم الايفنتات. طبعا انا بدي احكي لكم على السبب الرئيسي يلي هو جوده ونوعيه هالمشد الفاخر يلي قدر انه يعطيني الثقه وبنفس الوقت الرياحه بالمشي والحركه. بلعب رياضه كل يوم ودائما بحلم انه يكون عندي الكيرفي لوك يلي قدر كورسي ومشد ديفا يعطيني الرياحه وبنفس الوقت قدر يخسس من وزني وبنفس الوقت كمان قدر يعطيني الكيرفي لوك.